متفائل ودي حاجه ايجابيه يعني، وان شاء الله احنا نفس القصه كده بنجتهد وبنعمل اللي علينا وبتاخد بالاسباب كلها وتستنى توفيق ربنا يعني. فان شاء الله عندنا ثقه كبيره في ربنا ان شاء الله يكون التوفيق معانا، وان شاء الله نحقق ان احنا نوصل للدور القادم ان شاء الله، وخطوه نحو البطوله باذن الله. بص خلينا نتفق ان الدور ده مش شوطين يعني، شوط اتلعب الحمد لله وكانت نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا، لكن في الشوط الاهم اللي هو الدور اقصائي وماتش اقصائي يعني. اتمنى ان شاء الله ان احنا نركز اكتر ونحافظ على شباكنا طبعا نظيفه، وان شاء الله يكون عندنا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. بص هم فرقه بتلعب باسلوبين يعني مختلفين يعني، بره ارضهم غير على ارضهم يعني. فرقه منظمه جدا، فرقه عندها قدرات كويسه فنيه، عندها مدرب بقاله معاهم حوالي 8 سنوات، فعندهم استقرار فني. انت عارف برضو طبيعه الحياه في جنوب افريقيا ما فيهاش ضغوط، فاللعيبه ما بتلعبش تحت الضغط دوت يعني، بيلعبوا كوره كويسه ما بيبقوش مستعجلين. لكن الحمد لله احنا اتفرجنا على كذا ماتش يعني، وان شاء الله الراجل برضو نفس القصه اتفرج، واحنا طبعا نقل له معلومات عن الفرقه وقدراتها وازاي طريقة لعبها يعني، وان شاء الله ربنا يكتب له التوفيق في التشكيل الامثل واسلوب اللعب الامثل ان شاء الله. انا طبعا اتفق معاك كده، لكن برضو ما ننساش ان احنا بطل افريقيا، احنا نادي القرن، احنا اكتر فرقه حققت البطوله. نحترم كل الخصم يعني، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا ان شاء الله اللي هيتحقق المطلوب يعني. يمكن كان عندنا بدلك السنه اللي فاتت جدا يعني، وده طبيعي بيحصل في كل الفرق العالميه يعني، لكن الحمد لله اللي احنا نتدارك الموقف ان شاء الله ونحقق ان شاء الله طموح جمهورنا باذن الله الفتره الجايه. لا انت شايف يعني طبعا كل الناس عارفه يعني الغيابات، سواء رمضان او الناس اللي عندها اصابات كبيره يعني، سواء سعد او حمدي او نيدفيد او سعد سمير، اعتقد يعني مش هيلحقوا معانا، ونفس القصه بالنسبه لرمضان طبعا. لكن الراجل صمم يعني ان احنا نمشي بالقائمه بتاعه المباراه اللي فاتت يعني، وان شاء الله يكون اللعيبه على قد الثقه، وفي نفس الوقت ان شاء الله اللعيبه المصابه ترجع لنا وتزيدنا قوه ان شاء الله في الادوار اللي جايه باذن الله. شايفه ايجابي جدا، يمكن احنا عانينا السنه اللي فاتت من الموضوع ده، ممكن تكون من الاسباب اللي اثرت علينا يعني. انت عارف جنوب افريقيا فوق مستوى البحر، طبيعي الاكسجين فيها بيبقى قليل على بال ما تتاقلم شويه يعني، لكن انت زي ما قلت قبل كده يعني انت بتاخد بالاسباب يعني، ودي حاجه ايجابيه طبعا وحسب مجلس الاداره ان احنا نيجي قبلها واللعيبه تعود على الاجواء وتعود على الجو، حتى سيستم اليوم نفسه يعني. احنا الحمد لله بدايه من بكره الراجل عامل سيستم اليوم اللي هيمشي عليه طول الفتره لحد يوم المباراه يعني، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. دي من الحاجات الايجابيه اللي الراجل اشتغل عليها، يمكن يعني من اول ما جه هو بيتكلم في النقطه دي، وكل يوم عن يوم بياكد المعلومه ديت، واللعيبه بتقتنع فعلا ان النجم هو الفرقه. عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه، كل اللعيبه شاركت، كل اللعيبه ادت كويس وبتادي كويس في الادوار اللي هي بتشتغل فيها، سواء جزء المباراه او سواء في بدايه المباراه. عندنا افضل لعيبه في مصر وفي افريقيا وفي العرب، الراجل عنده ثقه كبيره كلها في كل اللعيبه يعني المتاحه بالنسبه له، واعتقد ان شاء الله ان هم على قد المسؤوليه دي وقد القدر دوت من المسؤوليه، وان شاء الله يحققوا ان شاء الله طموحنا وطموح جمهورنا ان شاء الله. اكيد طبعا بيدينا طبعا قوه وبيدينا مسؤوليه كبيره، وبيدي اللعيبه نفس القصه يعني. كابتن محمود طبعا قيمه وقامه حاجه كبيره جدا يعني، واعتقد ان شاء الله اللعيبه مستوعبه كده وجاهز برضه نفس القصه، وان شاء الله زي ما قلت لك واكد على كل مره احنا بنحاول ناخد بالاسباب كلها، وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله بفضل الله. النادي الاهلي كله معمول عشان خاطر النادي الاهلي يساعده، يمكن احنا بنعمل كل طاقتنا يعني، اوقات كتيره بيبقى عندنا توفيق واوقات كتيره برضه ما بيبقاش في توفيق، لكن هيظل جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد بالنسبه لنا، هو الداعم بعد ربنا الكبير لينا يعني. ان شاء الله نتمنى ان احنا ما نخذلكمش يعني، وان شاء الله نحقق طموحكم ونحقق نحاول ان احنا نساعدكم ان شاء الله الفتره الجايه.